اهلا وسهلا بكل حبايبنا، ازيكم؟ وحشتوني. النهارده انا جايه اعزي الاستاذ عصمت كمال. استاذ عصمت كمال كان من اوائل اصدقاء البرنامج، في كتير قوي على الصفحه وعلى الفيسبوك يعرفوه. انا بعزي النهارده في وفاه مراته الحاجه هدى، ربنا ابتلاها بمرض الكانسر وعاشت فتره كبيره قوي قوي في يعني مرحله صعبه في المرض ده، طبعا ربنا ما يبليش بحد. فكان أستاذ عصمت هو الصديق والحبيب والابن والأخ والبنت معاها في الرحلة دي. كان طبعا هو الوحيد ياخدها يوديها المستشفى، يقف في طوابير طويلة قوي عشان ياخدوا الإشعاع وياخدوا الكيماوي، وكان طالع نازل رايح جاي بيها لمدة طويلة قوي، 7 سنين. قبل وفاتها بأربع شهور جات بنته الكبيرة نهال، قالت له يا بابا أنا عاوزة أروح معاك المستشفى المرة دي أنت وماما. فلا يا بنتي هتتعبي، كل واحد فيكم عنده بيته وعياله ومسؤولياته، أنا موجود. قالت له أنا هروح معاك المرة دي. فراحت معاه بنته، شافت الطوابير ودكاترة طالعة ودكاترة نازلة وقد إيه الناس تعبانة وبيعملوا مجهود كبير قوي عبال ما بياخدوا الجلسة بتاعتهم. فراحت بصاله كده وقالت له يا بابا أنت بقالك 7 سنين رايح جاي مع ماما لوحدك وعمرك ما اشتكيت. أنا مش عارفة أقولك إيه، انا على التعب اللي انا شفته ده انا عمري ابدا ما هسيبك ابدا لوحدك. راح قال لها يا بنتي انا وامك رفاق العمر، واللي يوجعها يوجعني والحلو ليها حلو ليا، فانا وهي حاجه واحده، حتى لو انت جيتي معايا انا برضو ما اقدرش ان انا اسيبها. فزي ما قلت لكم قبل كده ان الراجل الصالح رزق، الرزق ما هوش فلوس، والاسره الطيبه اللي ملمومه بالحب وجواها حب عمرها ما تنضم ابدا. طول ما بينك وبين الاسره اللي انت عايشه معاها حب عمرك ما تنضمي ابدا. واشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب يجعلها اخر الاحزان، ويا رب ما في حد يبتليه بهذا المرض اللعين ويشفي كل مريض ابتلى بهذا المرض. اشوفكم على خير يا رب.